Salam alaikum, ya Habibi. Bon, comme vous voyez sur la photo, cette photo a été prise en 1999. Comme on dit, chaque photo a une histoire. L'ikul sora hikaya. Qui tchouf la photo hadi, l'insan yigoul belli hada raw khalq kima hek. Mais, qui nrohou. ورا الصورة هذه ونشوف الإنسان هذا كيف تعب باش ولا أن أتليت سي با كيك شوز دو فاسيل إي لو بروبليم كيس كيليا أو ميليو إليا بوكو دو ترافاي كاينة خدمة بزاف خلاص دون لا ميسكولاسيون إي سورتو أون بون أليمونتاسيون إي سورتو أن كران ريجيم إي وي باسكو كيلكو فوا أون بو أفوار دو لا ماس ميسكولار الانسان ينطريني مي تكون عنده دلا ماس مسكولير مي il faut pas oublier qu'il y a de la graisse entre les muscles et cette graisse qui est entre les muscles لازم لها un régime alimentaire strict et tout cela pour bien définir les muscles faut حاجه ما تجي كاكا خاوتي حاجه ما تجي كاكا ولازم لها التعب لازم تتعب في الدنيا هذه مي ابري tu vas récolter les fruits ومن بعدها راك تقطف الثمار كيما راكم تشوفوا سير لا فوتو هذه سيتي لا فوتو لا بلو بارطاجي سير فيسبوك كيما راكم تشوفوا فيها اي فوالا حبيت نحكي لكم جوست كوم سا باسكو كونت اون فوا اون فوتو الانسان يحطها يهزها بالامر السهل بلي الناس ماهيش قاعده تتعب اي فوالا سي بور سولا كو جو فولي فو بارلي دو سا واخاوتي السلام عليكم وصحه فطوركم